كابتن النصر، الكابتن باسل السيالي. كابتن نرحب فيك، سجلنا شوت البلنتي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعطيك العافيه كابتن. شكرا لمجهودكم. طبعا شوي اليوم الاجواء رطبه، لكن المباراه كانت جيده، كان في فرص، كان في حماس، كان في رغبه ايضا للانتصار، وهذا شيء جيد انكم كلاعبين شباب هناك رغبه دائما في الانتصار. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. مباراة جميلة صراحة، يعطيهم العافية أخواننا في نادي القادسية، وحاب أشكر شكر خاص لوزارة الرياضة صراحة، لأنه إحنا كلاعبين كان مفروض أنه انتهى موسمنا حاليا لدرجة الشباب، فممكن كنا بنريح 3 شهور إلى شهرين صحيح. ونص، فبطولة تنشيطية جميلة ويعطيهم ألف عافية. وقتها حلو كابتن التنظيم الأمور هذه. لا لا أبد، يعطيهم العافية صراحة ما قصروا، 10 على 10. جميل. هدفكم أنتم في نادي النصر في هذه البطولة؟ شوف هدفنا دائما حتى على صعيد، لكن إن شاء الله نطمح على هذه البطولة بإذن الله. جميل. داخل أرضية الملعب كابتن، شون شايف الحماس اللاعبين؟ وانت قريب ما شاء الله انتقاد لفريق النصر، شفنا ما شاء الله كثير هجمات، شفنا فيه يعني إصرار على الانتصار. لا يعني انت زي ما انت عارف فريق زي نادي النصر طموحه دائما الفوز، ما يفكر في غير الفوز، وجاتنا بعض الفرص يعني ما استغليناها، لكن الحمد لله على كل حال نعوض ان شاء الله في الجاي باذن الله. شكرا باسل. شكرا باسل.